وإياكم مستمعينا محلاكم بالموصل كل العراق كل العالم بكل مكان باقين احنا دوم معاكم راديو الغد وإياكم أهلنا ونطلب رضاكم راديو الغد وإياكم مستمعينا محلاكم راديو الغد الخزنة برعاية كوراك تيليكوم. الخزنة مسابقة للعباقرة فقط للعباقرة فقط. الله يسعد لي مساكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم تتابعونا كل التحيات الجميلة لكم. اليوم السبت مستمعينا وموعد جديد مع الخزنة ورابحين جدد وأكيد رح نفتح الخزنات لحتى نربح كلياتنا الدولارات. برنامج الخزنة ثقافي توعوي وأيضا ترفيهي لحتى كلياتكم تستفيدوا منه. كل التحيات الجميلة لحسام لمرفقنا بالإخراج، مرحبا حسامو، وبكل حب مرفقكم إعدادا وتقديما جورج غرام. رح نبدأ سريعا سريعا لحتى نبدأ بتلقي اتصالاتكم على هذه الأرقام. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115. يلا مستمعينا رح نبدأ بتلقي اتصالاتكم، والاتصال الأول أنثوي معي رنا. مساء الخير يا رنا. ألو، شو أخبارك يا رنا؟ ليش دبلانة يا رنا؟ والله نصيحة. الله يقويك يا رب، يسعد لوقتك. يلا كلياتنا صايمين. يلا يا رنا أسئلة السحر. والله صار لي سنة مع. يلا يا رنوش. وهسا الخزنة بيها 400 دولار. حلوين يا رنا. يلا يا رنا قولي ستوب. ابرم حسام. معلومات عامة. ايوه، في المعلومات العامه، بس بدك توطي لي صوت الراديو جنبك لو سمحتي. والله ما عندي راديو. شو هالك الصدى؟ اوكي فاتحه سبيكر سكري. يلا اوكي رنا. نعم. جاهزه؟ ان شاء الله سؤال سهل. يلا ان شاء الله سؤال سهل. اوكي سؤالك يقول: في اي مدينه من دول شمال افريقيا تقع مدينه بنزرت؟ هي اسهل من هيك ما في. بنزرت. بنزرت 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 عيدي كمان كمان. اعطيتك مجال. لا بتونس. اي الله يطعمك الحج والناس رجع. هارد لك يا رنا. الخزنة كل يوم سبت وثلاثاء وخميس بعد الرابع عصرا، واتصال جديد معي ركان. بنقول له مساء الخير لركان. الو يا ركان، كيفك؟ شو أخبارك يا ركان؟ ألو. الحمد لله. عم تسمعني ركان؟ علي شوي صوتك يا ركانو. أخبارك ركان؟ عم تسمعني؟ عم بسمعك. أوكي أنا ما عم بسمعك، علي صوتك يا ركان. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي وقتك. جاهز؟ جاهز لننطلق. وهسا الخزنة علي يا حسام علي 100 دولار. هلا هيك 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 الواحد بيثق فيك. اوكي ركان معك 100 دولار. يلا قول ستوب. ابرم يا حسام. جغرافيا. جغرافيا، جاهز في الجغرافيا؟ نعم. اوكي، يقع جبل هارون في احدى الدول العربية، فما هي؟ جبل هارون، ويعتقد انه يوجد مقام سيدنا هارون عليه السلام هناك في فلسطين، جنب فلسطين في الأردن. هارد لك يا ركان. ومن ركان ننتقل مباشرة إلى دعاء. مساء الخير يا دعاء. ألو. شو أخبارك يا دعاء؟ إن شاء الله تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيكي. شبك ليه عم تضحكي؟ إن شاء الله سهلة سهلة. يا رب. يلا يا دعاء جهزيني حالك، نسمع قديش معك بالخزنة. وهسا الخزنة بيها. يلا حزام. 300 دولار. 300 دولار. يلا هاتي نشوف ليش 100 300 دولار.
ايوه بحب الزياده دائما. يلا قولي ستوب. سرعة بديهة. يا لطيف سرعة بديهة. معك ورقة وقلم؟ لا لا ما عندي. ما معك ورقة قلم؟ ورقة وقلم. طيب يلا هذا المطلوب. أنا بدي سرعة بديهتك بهذا السؤال. كم عدد حروف كلمة فوانيس؟ خمسة. يعني خمسة. إن الستة فوانيس. هارت لك يا دعاء. أنا لما بسكت يا جماعة ما بحكي شيء، يعني عم بعطيكم فرصة تانية تكفوها. سكتت عشان خمسة. يلا معلشي. معنا عبد الله، منقول مساء الخير لعبودة. ألو يا عبد الله كيفك؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. أخبارك تمام؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك، يسعد لوقتك. يلا عبودة بنسمع قديش في معك بالخزنة. مخبي لك حسام. هسه الخزنة بيها. تفضل يا حسام. 500 دولار. يا سلام 500 دولار. عبودة بدنا نقول ستوب لحتى نعرف يا ترى بأي فئة رح ننسأل. قول ستوب. سرعة بديهة. كمان سرعة بديهة. هل أنت جاهز؟ جاهز. يلا سؤالك فيه عملية حسابية، بدك تعرف لي قد النتيجة. أوكي نعم. يلا أوكي. سؤالك يقول أعطيني ناتج هذه المسألة الرياضية. 3100 تقسيم 2 زائد 45 ضرب 2 ناقص 60. ما سمعت شو قلت لي؟ ما سمعت الزين. ما سمعتني. يلا أوكي المرة الجاية بتسمعني ولا يهمك. كنت جوابه 1580. أو إذا فيكم تحسبوا بطريقة تانية، مثلا في 1580 فيكم تحسبوا 3130، يعني الحالتين بيمشي حالهم. أوكي سرعة البديهة يا شباب، بده يكون في معنا ورقة وقلم أو آلة حاسبة لو سمحتوا مشان نقدر نحن نشتغل بطريقة أسرع وأحلى وألذ، وكمان رح يكون في معنا هيك شغلات كمان بتسلي بسرعة البديهة. من عبد الله ننتقل إلى مين؟ هات لشوف. أبو سجاد، مرحبا أبو سجاد. ألو مساء الخير. مساء الولد. مساء الفل والياسمين. أخبارك يا أبو سجاد؟ تمام. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلى الجميع، يسعد لوقتك يا غالي. أهلا وسهلا يا أبو سجاد، هل أنت جاهز؟ جاهز إن يلا. شاء الله. يلا هات لنشوف قديل في عامك بالخزنة. خزنة بيها. أيوة لا تقل لي ألف. ألف دولار. الله 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 يا أبو سجاد. ما فوز هين الفايدة. والله ألف دولار محرزين هدول، بدك يعني شو بدي اقول لك، بدك تغامر بإيديك بسنانك بأي شيء، لازم تعصر مخك لحتى تاخذ ألف دولار. إذا فزت 500 دولار للفقراء والله دبل أنت توزع. لك يا أخي وزعه وين ما بدك، بس المهم تربح الألف دولار. بس أنتوا ركزوا يا جماعة، لأنه يعني موضوع الألف دولار ما بيطلع بكل دقيقة بالحلقة. أوكي جاهز؟ أوكي يلا أبو سجاد قول ستوب. علوم. سؤالك في العلوم يا صديقي، هل أنت جاهز أو لا؟ جاهز. شو؟ طيب بالعادة مين اللي بيولد، الذكر أم الأنثى؟ الأنثى. أوكي. في كائن بحري هو الوحيد الذي تلد فيه الذكور وليس الإناث، مين هو؟ كائن بحري بيولد فيه الذكور وليس الإناث. تعرف إنه هذا بيولد كل 20 يوم، وبكل مرة بيولد أكثر من 1000 نوع الأسماك. من الأسماك. راحت عليك، لسه عم تسألني. هو فرس البحر يا أبو سجاد. تخيلوا مستمعينا، فرس البحر بيولد كل 20 يوم، وكل مرة بيولد 1000، يعني 1000 من هذا الجنس. تخيلوا كل 20 يوم، والذكر هو اللي بيولد وليس الأنثى. سبحان الله. هاي المعلومات ما بتسمعوها وين من كان، هاي المعلومات بتسمعوها بس بالخزنة، بس براديو الغد. أكيد هاي المعلومات لازم تكون حاضرة، ولازم تكونوا قريتوها، وإذا ما قريتوها فهي موجودة عنا براديو الغد الإذاعة الأولى. يلا مستمعينا رح نتابع أيضا معكم باتصالين جداد. معي أم يقين. مرحبا يا أم يقين، يسعد مساكي.
مرحبا استاذ جورج، شلونك؟ يا مرحبا يا ام يقين، اهلا وسهلا فيكي، كل التحيه لك. الله يسلمك، الله يخليك. يا مرحبا ام يقين، يلا خلينا نسمع قديش في معك بالخزنه. يلا وهسه الخزنه بيها 100 دولار يا ام يقين. قولي ستوب. فنون فنون، هل انت جاهزه؟ يلا شعمل. يلا اوكي، يلا. السؤال يقول: من هو الكاتب السعودي مؤلف خماسيه مدن الملح؟ مدن الملح هي من اشهر المؤلفات في الوطن العربي خلال القرن الماضي. عبد الرحمن منيف. برافو عليك، احسنتي. هذا المؤلف، يعني هي انا بنصحكم تقروها، كثير حلوه على فكره. يلا بننتقل كمان للسؤال الثاني. وقولي ستوب. تاريخ تاريخ، سؤالنا في التاريخ يا ام يقين، هل انت جاهزه؟ ان شاء الله. يلا 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 اوكي. سؤال يقول: مانويل روكساس هو أول رئيس لإحدى الدول الآسيوية بعد استقلالها عام 1946، فما هي؟ عندي سؤال بالله. مانويل روكساس هو أول رئيس لإحدى الدول الآسيوية بعد استقلالها عام 1946، فما هي؟ ما هي يا أم يقين؟ هي الفلبين. يلا مستمعينا متابعين معكم كمان باتصال جديد، بنقول مساء الخير لأبو لؤي. ألو يا أبو لؤي، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. أهلا. يا أهلا وسهلا فيك، وعليك السلام يا أبو لؤي، كل التحيات الجميلة لألك. جاهز؟ ألو؟ جاهز. يلا يلا يا أبو لؤي. وهسا الخزنة بيها 300 دولار. 300 دولار، يلا أوكي أبو لؤي. والستوب. برم يا حسام. تاريخ. بدك تعلي لي شوي صوتك يا صديقي مشان اقدر اسمعك. ابو لؤي متسمعني؟ يلا يلا. ابو لؤي، وقعت حرب داحس والغبراء بين قبيلتين، قبيله ذبيان وقبيله اخرى في العصر الجاهلي، فما هي؟ قبيله عبس. برافو عليك، احسنت احسنت احسنت. هي من الحروب يعني المعروفة جدا في التاريخ. طبعا هي استمرت 40 سنة يا أبو لؤي. تعرف من كرمال شو؟ مشان مين؟ كرمال شو؟ كرمال فرسين. الفرسين. فرسين، أحسنت. 40 سنة، تخيل. يلا أوكي بننتقل لسؤال جديد. يلا. علوم. سؤال في العلوم يا أبو لؤي، هل أنت جاهز؟ جاهز. يلا يا أبو لؤي أوكي. الحيوانات يعني مثل اللي قبل. يعني على الحيوانات عنا. والله أنت وحظك، هلا بنسمع نشوف شو الترتيب. أوكي، عن ال شو عن الحيوانات. طيب يلا أوكي، رح أسألك سؤال عن الحيوانات. يلا أوكي، مما يخاف مريض الإيلوروفوبيا؟ الإيلوروفوبيا من حيوان، مين هو هذا الحيوان؟ من القطط. برافو 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 برافو، أحسنت، برافو عليك. أوكي هلا أنت عندك والله رميتهن من غير رامي بصراحة، يعني عن جد والله برافو عليك، يعني أحييك. 25 دولار صاروا ملكك، بتحب تكمل ولا تنسحب؟ أنت عندك تجربة صار بهذا الموضوع. ايه ابو جراي جنتل تعرف الاسئله. انت ما بعرف، مثل ما بدك. شوف تنسحب شو والله. 300 دولار حلوين بس ال 25 يجيني سؤال ضربه غاضبه، انه العصفور بالايد احسن من 10 على الشجره. اي أيوة والله مبروكين عليك. يلا كمل كمل شو. يا خلص اوكي، انا نصحتك تنسحب. يلا ننسحب ننسحب. شو أبو لؤي جواب نهائي؟ أعطيني تنسحب ولا تكمل؟ شو؟ أعطيني جواب نهائي. أنا بنصحك تنسحب. مبروكين مبروكين عليك، 25 دولار يا أبو لؤي. أوكي تصرفهم بالهنا، تحية لك يا أبو لؤي. بس والله برافو.
يعني حتى لو يعني بضربة من غير رامي ورمية من غير رامي بس انت عم تجيبها. برافو عليك يا ابو لؤي، ومعلش للمرات الجاية بتكون يعني جمعت معلومات اكتر. كل التحية لك ابو لؤي، تصرفهم بالهنا. مستمرين معكم مستمعينا دائما باتصالاتكم وايضا مشاركاتكم الجميلة الحلوة والرائعة والراقية. ننتقل كمان لاتصالين جداد معي. علاء مرحبا يا علاء. الو الو، مساء الخير. يا مساء النور، اخبارك يا علاء؟ تمام والله تمام الحمد لله. اهلا وسهلا فيك، يسعد لوقتك يا غالي يا علاء. علاء يلا انت جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يلا علاء. وهسه الخزنة بيها ايوه يا حسام 300 دولار. 300 دولار يلا يا علاء. والستوب فنون. يلا على اول سؤال في الفنون يقول، جاهز؟ نعم جاهز ان شاء الله. يما القمر على الباب هي اغنيه لمطربه راحله، فمن هي؟ خلنا لك سؤالتين كمان. يما القمر على الباب ترر نور اناديلو ترررم. فايزة احمد الله يرحمها، هارد لك يا صديقي. يلا ننتقل ايضا من علاء ننتقل الى اكرم. بنقول مساء الخير لاكرم. الو السلام عليكم. شو اخبارك يا اكرم؟ وعليك السلام، تحيه لك. الحمد لله، تحياتي لك للمخرج معك هذا. يا حبيب القلب اهلا وسهلا فيك، يسعد لي وقتك، كل التحيه الجميله لك. علاء هل انت جاهز؟ ان شاء الله. يلا يا اكرم قول ستوب. وهسه الخزنه بيها الخزنه 500 دولار. 500 دولار وقبل الخزنة قلنا لك ستوب، وهلا بقول لك ستوب. يلا ستوب. رياضة. رياضة، ايوه انت بتحب الرياضة صح؟ نص ايه، اجتك على البارد المستريح ان شاء الله. يلا اوكي، سؤالك يقول يا اكرم، بشو اكثر شيء بتحب الرياضة؟ اي رياضة؟ كرة القدم. كرة القدم، يلا اوكي. يلا سؤالك عن البيسبول هلا ان شاء الله. لعب بزح معك على كرة قدم. يلا اوكي، سؤالك يقول، من هو اللاعب الذي سجل هدف الفوز لمصر في نهائي امم افريقيا لكرة القدم عام 2008؟ محمد صلاح. لا 2008 يا رجل، 2008 2008 و2018 محمد ابو تريكا. هارد لك يا صديقي، في لاعبين جدا يعني كتير كبار اكثر من محمد صلاح يا جماعه. هارد لك يا اكرم، 500 دولار راحوا. متابعين معكم مستمعينا دائما باتصالاتكم وايضا مشاركاتكم الجميله الحلوه واللطيفه، واكيد مشاركين عباقره عم يتصلوا معنا ولنشوف اذا رح تنجح معهم او لا. ابو لؤي ربح معنا 25 دولار قبل شوي. بنشوف ام سحر، نقول مرحبا لام سحر. الو الو مرحبا، شلونك يا ام سحر، اخبارك تمام؟ تمام الحمد لله. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا فيك، يسعد دواتك ام سحر. نسمع قد ايه في معك بالخزنه يا ام سحر، تفضل. وهسه الخزنة بيها قول يا حسام 100 دولار. 100 دولار أم سحر، قولي ستوب. سرعة بديهة. أيوة سرعة بديهة. جاهزة يا أم سحر؟ جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. يلا يا أم سحر سؤالك سهل جدا 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 جدا، أوكي؟ إن شاء الله. كم مرة تم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الكريم؟ كم مرة تم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الكريم؟ 100. 100؟ ولا مرة يا أم سحر، لأنه المولد النبوي الشريف بيكون بشهر ربيع الأول وتحديدا ب 12 ربيع الأول. هارد لك يا أم سحر، ما قلت لك سؤال سهل بس أنت ما ركزتي معي. ركزوا يا جماعة ركزوا. اتصال جديد معي محمد ابن الموصل. مساء الخير يا محمد. ألو أهلا حسام حبيبي. أهلا وسهلا حبيبي وأهلا وسهلا فيك يا محمد، تحية لك، يسعد لوقتك. يلا يا جورج يا غالي حبيبي، دخيل قلبك. يلا يا محمد جاهز؟ يلا يا محمد. وهسه الخزنة بيها
500 دولار طلعت عن جديد، طلعت مرة جديدة 500 دولار طلعت لتاني مرة اليوم. يلا محمد بن موسى بس قبل لا نبلش استاذ جورج، اللي حبيبي المكتب الباب شوية صوت يمه ده شوية صوت والله عالي يمه. يلا اوكي هيك تمام هسه يلا قول الصوت. اوكي سرعة بديهة، سرعة بديهة. ما راح اجاوب يا استاذ، اسمع اسمع سؤالك اول بعدين اللي لا تجاوب. في جملة، في جملة بدي اقول لك اياها بدك تعيدها 3 مرات خلال 10 ثواني. اوكي نعم ركز منيح شو بدي احكي انا. اوكي عيد هالجملة 3 مرات. سمك سمك مك مسك. يلا سمك سمك مك مسك. لا ما ضبطت عيدها. سمك سمك مسك مسك. اي واحدة يلا بسرعة. سمك مسك مسك. لا ما عدت ارجع عيد من اول. راحت عليك يا محمد. تعرفت ولا حسام؟ سمك سمك مك مسك. ومن محمد بن الموصل ننتقل الى سليمان. مرحبا يا سليمان. الو مرحبا. كيفك يا سليمان؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. وين الخاتم يا سليمان؟ وين كيفك؟ شو اخبارك؟ سلمان سلمان مو سليمان. سلمان اه مش عم اقول لك وين الخاتم، ما هيك ماشي الحال. يلا اوكي سلمان اهلا وسهلا فيك، تحيه لك. يلا يا سلمان جاهز؟ جاهز. يلا الله يرضى عليك، بس وطي لي صوت الراديو جنبك لو سمحت لو سمحت. ايه يلا وهسه الخزنه بيها. سمعنا يا حسام. 200 دولار. حلوين 200 دولار. يلا قول ستوب. ستوب. سريع علوم. سؤالك بالعلوم لسه ما برم الدولاب يا سلمان. اوكي سؤال في العلوم يقول، والله ليك سؤالك سهل وحلو وظريف وابن عالم وناس. اوكي يلا سلمان فكر قبل ما تجاوب. ما هو المعدن الاكثر وجودا في جسم الانسان؟ فكر هيك عمل نظرة على جسم الانسان وداخل جسم الانسان، شو اكثر معدن موجود؟ رحمة. شو هو قلت؟ شو قال؟ شو قلت؟ القلب. لا ما هو المعدن؟ المعدن القلب ليس معدن، هو الكالسيوم يا سلمان. هارد لك. اتصال جديد مستمعينا، بننتقل كمان لأم مريم. مساء الخير يا أم مريم. ألو مساء الخير أستاذ جورج. يا مساء الياسمين والفل، أهلا وسهلا فيك يا أم مريم، أخبارك تمام؟ أهلا وسهلا الحمد لله. الله يعطيك العافية، عم تتعبي بشهر رمضان ما هيك؟ والله الله يقويكي يا رب وهيك يجزيك على على قد نيتك يا أم مريم. الله يقويكي يكون لك إن شاء الله، يطول عمرك. أم مريم ما عم بقدر أسمعك صح؟ بدك تعلي لي شوي صوتك شوي صغيرة لو سمحتي مشان أقدر أسمعك. أوكي تمام. يلا هيك ممتاز هيك. يلا مريم نسمع قديش في معك بالخزنة. نعم مريم اول مره اشارك لك والنعم منك. ما اهلا وسهلا. 200 دولار. يلا اوكي هي اعطيناكي 200 دولار، خزنتك فيها 200 دولار، فتحناها ولكن بدك تمدي ايدك وتاخذي هال 200 دولار حلالا زلالا. اوكي نعم. يلا مريم قولي ستوب. ستوب. سريعة معلومات عامة. شو سريعة يا أم مريم؟ أوكي السؤال يقول يا أم مريم جاهزة؟ نعم بس. بشو شاطرة أكتر شيء يا أم مريم؟ والله معلومات بديهة، معلومات عامة. سرعة بديهة؟ سرعة بديهة؟ نعم. يعني أسألك سرعة بديهة؟ نعم بس يكون سهل. والله لك أسألت الحزازير كثير حلوة لذيذة. ولا أسألك عملية حسابية كيفك انت؟ أي سؤال سهل. طيب أوكي لكن اسمعي لقلك فكري كثير منيح، خلي اللي حواليك يعملوا صمت لأنه بدي قلك هلأ أنا حروف من هذه الحروف بدي ياكي تاخدي أكلة شهيرة جدا تمام؟ نعم. بدك نعم. تركبين الحروف تاخدي أكلة شهيرة. أوكي؟ نعم. استخرجي من الحروف التالية اسم أكلة شهيرة. واو دال ميم ألف لام. دالمة. برافو يا الله. شفتي مع أحلاكي؟ ما شاء الله ما شاء الله، الثانية ما استحملت معه. ما شاء الله. يلا عم تفكر بالأكل لأنه ما عم تفكر غير بالدولمة أم مريم. يلا أم مريم قولي ستوب. نعم
فنون. سؤالك بالفنون جاهزة؟ نعم. يلا نعم. أوكي أم مريم. نعم. من هي الفنانة السورية التي غنت أغنية تصور؟ تصور. ممكن اختيارات؟ تصور بحبك ولا أطالة نصري؟ مين مياد الحناوي؟ أطالة نصري مياد الحناوي. مياد الحناوي ولا نصيف زيتون؟ مياد الحناوي. ولا شادي أسود؟ مياد الحناوي. ولا أصالة نصري؟ هو يعني محتار بين أصالة ومياد. أنت شو جاوبتي أول شيء؟ أصالة والله قلت. إيه سؤالك جوابك صح. شايفة بيقولوا لي أسئلتي صعبة يا أم مريم. هاي صار معك دخيل عينك. هاي صار معك 25 دولار يا أم مريم. نكمل أو ننسحب؟ والله تجد أني ما محظوظة. طيب شوفي لقلك شغلة، بما أنك أنت أول اتصال وجربت أول مرة بتتصلي وجربتي حظك، فأنا برأيي انسحبي هون والمرة الجاية بتكملي. أوكي إن شاء الله. مبروك عليك يا أم مريم، وإن شاء الله تصرفيهم بالهنا. يا مرحبا. حلو حلو، برافو عليك يا أم مريم، كل التحيات الجميلة لألك. الخزنة برعاية كوراك تيليكوم. يلا اوكي مستمعينا، متابعين معكم باخر الاتصالات، جهزوا لي حالكم لانه في معي بيان كان يا اتصالين يا ثلاثه. في معي اتصال معي حماده. مساء الخير يا حماده. الو مساء النور، السلام عليكم. شو اخبارك يا حماده؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. تمام شكرا. الله يقويك حماده. قبلك نعم. ام مريم ربحت 25 دولار، وقبلك كمان ابو لؤي ربح كمان 25 دولار. انت يعني ما لك اقل منه لحتى تربح. اوكي ان شاء الله. يلا يا حماده ركز، الله يرضى عليك ركز، هات حصان الخزنه يلا. وهسه الخزنه بيها 300 دولار. يلا يا رب يا رب يا يا حماده. حماده قول ستوب. تاريخ. سؤال في التاريخ، كيفك انت والتاريخ؟ ان شاء الله تمام. يعني ان شاء الله تمام. طيب شوف يا حمادة، في عنا ظاهرة صارت بأمريكا، عندهم ظاهرة كتير غريبة هي اغتيال الرؤساء، قتلهم تمام؟ نعم. في رئيس اغتالوه بسيارته اسمه جون كينيدي، بتسمع فيه؟ لا والله ما بسمع فيه. جون كينيدي ما بتسمع رئيس أمريكا جون كينيدي اللي استلم وبعدين بعد سنتين قتلوه؟ صراحة ما أتذكر. طيب يوم باي بيه مجال. طيب هو مو هون السؤال. في ممثل أمريكي اسمه جون ويلكس بوث، هذا ممثل أمريكي. نعم. هو قام على مسرح بإحدى المسارح بأمريكا باغتيال أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، يا ترى مين هو؟ شو اسمه هذا الرئيس اللي اغتاله هذا الممثل؟ على فكرة أطلق الرصاص برأسه على مسرح فورد، وكان الممثل عمره 26 سنة. خسارة. إبراهام لينكولن هو الرئيس الأمريكي اللي اغتاله هذا الممثل، وعلى فكرة هذا الممثل انقتل بعد 12 يوم من الشرطة. بعد 12 يوم. أوكي بتمنى تستفيدوا من المعلومات، على فكرة بتمنى تستفيدوا من المعلومات، لأنه هاي المعلومات يمكن عم بعطيكم إياها أهم من الدولارات واعتقادي الشخصي، ما بعرف. أيضا ناخذ اتصال جديد معي أبو علي. مرحبا يا أبو علي، كيفك؟ أنا أخوي جورج حبيب القلب. أبو علي اسمك حسين شي؟ لا أبو علي. أوكي أهلا وسهلا فيك يا أبو علي، تحية لك. يلا يا أبو علي جاهز؟ جاهز. يلا يا أبو علي. وهسه الخزنة بيها قول 100 دولار. 100 دولار أبو علي قول ستوب. سريع علوم. انتوا تختاروا دغري علوم اول ما توقفوها. اوكي يلا هات لنشوف يا ابو علي سؤالك يقول. جاهز؟ جاهز. اوكي انت لما بتركب السياره في داخل هاي السياره مكيف ببرد وبدفي تمام؟ نعم. اوكي من زمان كان هذا المكيف بس يبرد، فاجت صبيه طبعا. اجت صبيه اسمها مارغريت ويلكوكس هيك اسمها. نعم. اخترعت مدفأة السياره، يا ترى شو جنسيتها هي الصبيه؟ هي الصبيه بتدفينا وخلتنا نتدفى،
شو جنسيتها؟ انجليزية. لك والله انا ساكت وعمد معك بالكلام وقلت بتغير. هي امريكية يا صديقي، هي على فكرة اكتشفتها عام 1893. هارد لك. كمان اتصال جديد، بنقول مساء الخير لأم مرح. مرحبا يا أم مرح. ألو. شو أخبارك؟ تمام؟ والله الحمد لله بخير الله يسلمك. أم مرح ما عم تربحي معنا صايرة. ليش؟ أخاف جزي. ليه؟ أخاف جزي. شو القصة؟ يلا. يلا. كانت معلوماتك قوية من زمان يا أم مرح، هلا صارت شو تعبانة كتير هلا المعلومات. ما عرفت تسجل. طيب. أنا أجي على يلا جهزي حالك، نسمع قديش معه بالخزنة حسام. يلا. وهسه الخزنة بيها أيوة 100 دولار. 100 دولار. يلا أم راح قولي ستوب. نعم إن شاء الله. جغرافيا. جغرافيا. آخ يا جغرافيا. جاهزي؟ إن شاء الله. يلا أم رح. في أي محيط تقع جزر المالديف؟ هدول الجزر الحلوين اللي بروح واحد بتجوز فيهم كذا بزبط الأمور. تقع بالمحيط الهندي. بأي محيط عفوا؟ شو قلتي؟ المحيط الهندي. الهندي صح. برافو أحسنتي يا أم رح. يلا السؤال الثاني، شد الهمة إن شاء الله. معلومات عامة. معلومات عامة. أيوة أيوة أيوة. طيب يلا أوكي. أنت بتعرفي أكلة الكشري صح؟ كشري؟ إيه؟ أو. أكلة الكشري. إيه إيه. شو أصلها هي؟ مصرية. طيب أوكي. بتعرفي إنه هي أكلة الكشري يعود أصلها إلى إحدى الدول الآسيوية؟ قولي لي مين هي؟ حزري هاتي لنشوف. الكشري مو مصرية. شو هي؟ نعم؟ هندي. برافو عليكي. أيوة 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 أيوة. يلا بدنا نكمل أم راح. أوكي؟ شلون؟ بدنا نكمل. لا حبا. لا مو على كيفك أم راح، بدنا نكمل. 100 دولار هدول مو محرزية. شو؟ أخاف. أم راح ما تخافي، أنت معنا مع راديو الغد، ما في خوف. شو؟ ماكو خوف، بس أخاف يطلع لي سؤال صعب. أصعب من هيك؟ ما شاء الله طلع لك أسئلة صعبة كتير. يلا جاهزة؟ لا. اسمعي من أخوكي، اسمعي من أخوكي. عزيز الله يسعدك. شو؟ شو؟ طيب أوكي، قلبك شو بيقول؟ قلبك شو بيقول لك؟ لا نسيلي عقلك، نسيلي عقلك، قلبك شو بيقول لك؟ شو؟ طيب اوكي، بين العقل والقلب شو بتختاري انت؟ شو هو؟ تنسحبي؟ مبروكين عليكي 25 دولار يا أمه، رح تصرفيهم بالهنا. يلا اوكي، بناخد اخر اتصال معي علي، منقول مرحبا يا علوش. كيفك يا علوش؟ الو يا علي. ألو يا علوش. عقيد شلونك؟ شو أخبارك علي؟ كيف أمورك؟ تمام؟ خير الحمد لله. شلونك؟ يلا علي الله يرضى عليك، اليوم الربح عنا عالي كتير، بدنا نربح الخزنة ما نكسرها. أوكي؟ إن شاء الله علوش. يلا أوكي، وهسا الخزنة بيها. يلا عالسريع عالسريع. 500 دولار. كمان 500 دولار. يلا علوش قول ستوب. ستوب. علوم. ركز يا علي، ركز يا علي. تمام؟ جاهز. يلا يا علوش. علي، أرسلت الصين مركبة، تمام؟ عام 2020 أرسلت الصين مركبة عام 2020 اسمها تيانوين لاستكشاف أحد الكواكب، فما هو؟ الصين أرسلت مركبة لاكتشاف أحد الكواكب عام 2020، ما هو الكوكب اللي راحت تكتشفه؟ شو هو؟ هو المريخ يا علي. يا حرام يا علي، يا حرام يا حرام. هو موضة هلا المريخ، الكل عم يروح يكتشفه، حتى شهم عم يفكر يروح لهنيك على المريخ، بده يشتري قطعة أرض هلا شهم هنيك. ايه بالنص بالنص. ايه
ثلاثة اليوم ربحوا معنا أبو لؤي، أم مريم، أم مرح، برافو عليكم. منيح يعني أخذتوا بيتار الحلقة الماضية، الحلقة الماضية ما ربح حدا، بس اليوم ثلاثة ربحوا معنا، مبروك إن شاء الله قبل ما تنكسر الخزنة الثلاثاء المقبل إذا الله راد. أكيد بدي لكم كل التحيات الجميلة لكم، وأكيد بدي أقول شكرا لحسام اللي رفعنا بيه الإخراج، يعطيك العافية حسوم، يعطيك العافية. أوكي شكرا لشهم اللي نور الكنترول، شكرا لريناس اللي مشرف العام دائما على برامج حسام حمو، وأكيد كل التحية الجميلة لكم مني أنا جورج غرام، كنت معكم مايكروفون. أكيد بدي لكم كونوا بخير، وأكيد دائما كونوا أنتوا دائما على الموعد كل سبت وثلاثاء وخميس بعد الرابع عصرا دائما على الإذاعة الأولى راديو الغد. كنت معكم مايكروفون جورج غرام، إلى اللقاء. الخزنة مسابقة للعباقرة فقط، للعباقرة فقط. الخزنة برعاية كوراك تيليكوم.